اه وهذا. بقاش عباس ما عاد كيرتاح شوي كي جات الرسائل نتاع مؤتمر الصومال، هذا يكون بدا يتحرك شوي. وهي جات الرسائل، جات انت حكمتها. حكمتها واحدة ليا، واحدة لمسعود بن العقون، واحدة لطاهر النويشي، واحدة لسي عباس، مكتوبة الفا جويي الفا اوت. وين تعطيهم السؤال؟ عن من جاي؟ تاسي نص مشى عمر وتعلق كورنريل، عمر مشى قبل المؤتمر بتاع السنة، مشى قبل مشى وعلق هنيك. درك ما ندري وصلهم ولا شيء، هو جاب قراد كورنريل وعلقه له كباني اللي من التوتة كان في القمرة الجزائرية، هو في الأصل قبائلي. هي هذاك هو القمرة الجزائرية عين توتة. يتسمى عمر ديك الساعة دار المناشر ضدك انت وعباس. ما هو الساعة مسعود بن عيسى حاكم جهة، هو جهة، وبداوا يطلقوا، مشاو للمامشة ما خلوا حتى جهة ما اتصلوش بها، ولات الممشى دارت على عباس، ولا هنا قطعت الاتصالات اللي هنا خلاص. عليك انت ثاني. ايه خلاص انا ما نلت الا الدور الاول للبحث كي على القضيه نتاع مصطفى، كي شفت العكاز من ثم عاد ممنوع ولا من يمشي الى والو. عاد القائد الاعلى للقوات المسلحه في الولايه هو عمار على قرد الكونريل. جلس على ليك والعباس مسعود عايشي وشكون رابع؟ نعم عايش المئة. مسعود للعقول العقول تاع الطاهرة ما شفتوش يقول جا حتى هو. طابوش. ايه انا ما شفتوش. عندك انا وعباس ومسعود بالعقول حكمنا. واش من تاريخ حكمتوا هكذا؟ ايه حكمناها في جوا. وكيفاش ما مشيتوش؟ كيفاش ما مشيناش؟ اولا وقع سامح لي، شكون اللي جاهم الاخر؟ عجوز زيد وعباس ومسعود بن العقول. مسعود بن العقول طاهر المشي يقول له جاه، انا هو تحازل لهنا ما شفت له جاه، لا ما جاش. جاهم باش تروحوا تحضروا. باش نحضروا، ولكن في الورقه هذيك الفاجويي والفاوت. يعني من فاجويي الى فاوت، يعني من لا لا جويي. دروك اش داروا؟ داروا الفاجويي وداروا اوت، ومن بعد داروا سلطه على الفاجويه هيك، وزيد وقع لنا الشك في الفاجويه وفا اوت. سيف النظام ما يديش زوز مواعيد ويضرب على واحد ويخلي واحد فيها. مع كان الخلاف اللي وقع لهنا وقطع الاتصال مع الجهه نتاعنا لهي، ومع عمر مدير هنا درك وقع لي شك، هو اللي دار هذيك الفاجويه ودار هذيك الاباط. وزيد ما كانش درك باش يجيك اتصال لازم المكان ما يقولولكش على شيء معروف اتفق عليه، والزمان يقولوا بصح ما يعينش المكان وينعت لك كيفاش تسير الطريق الدوريه اللي ما يقولكش فلان، ولكن يقول لك راهي الدوريه اللي توصلك. لا دوريه جتنا لا والو. ولكن شكون اللي عطاهم السنوات هذوما؟ معروفين معروفين عند الخاص والعام في كل الولايات معروفين، لا سامي هذا معروفين. هنا كي وقع الشك اتصلت انا بعباس وقلت له هاو النكره منين وكذا وكذا. ساعة عمر اللي هنا كونريل قرنا باللي عباس يا هو من اللي مات مصطفى كونريل. هي قال لهم جاب من هي، هو بعد موت مصطفى بعد مشى. كي جا ما نعرف عطوا له صح ولا ما عطولوش، هما يتملعبوا وعطوا له زوز كتاب اسبيرات، واحد يقولوا له سيد طيب واحد يقولوا له كذا، وفي البراسيو الكبير هما اللي ولوا جاوا يعذبوا في الناس اللي هنا، ولوا مع الباراشيتيست جاوا معاه كتاب، هما يعني خديعه منها كتاب العمار ومنها يلتقطوا في السر اللي هنا، هما اللي مهدوا طريق العميروش باش يجي. اللي مهدوا الطريق العميروش؟ باش يدخل اللي هنا. هو اللي مهد. هذوك الاصبرات اللي اعطوهم العمر كتاب معاه. هما منا من الولايه؟ لا جاوا من الولايه الثالثه الله يلكم. كيف راح عمر؟ كلفوه بالمسؤوليه وقال لهم كانوا جوازيك. الجو
قلت له كيفاش درك حنا ما عندناش دوريه اللي باش يدينا وشو يشك في هذا زويين هذا مضروب والاوت كذا قررنا قال لي انا لازم ناخذ منها نتصل بالولايه قال لي انا نتصل بالولايه الثانيه على جهه السمندو وانت لازم مازال الوقت دير دوريه عباس اللي قال قال انت مازال الوقت دير دوريه تمشي تتصل بالقبائل عندنا السرجان هذاك اللي كتبنا عاشور وواحد يقول له جبالي اللي هربوا منا من عام الحجاج ولا من المدينه هذوك كانوا الاخرين هربوا من الحجاج مع هذاك المقدس زوج سرجانتيه اللي هربوا مع باب بن عزه هذاك يخرج كيفاش قال سي عباس قال لك انا نتصل منين؟ قال انا ندور من هي على جهه سمندو وانت دير اتصال من هنا خاطر عنده خبر في القبائل كانوا عندنا قال لي شوف دير اتصال ونظم معهم سي مسعود بن العقول يرجعوا الخبر وما كانش انا نتصل هاتي نجيب الخبر. ويقوم بالاتصال في الجهه الشرقيه. منين تتصل؟ انا نبعث الدوريه هذه القبائل عندي انا قال لي ابعثهم وابعث معهم سي مسعود بن العقول. وعندي تلميذ جا من تونس قبيلي يقولوا له بو زغب محمد الطاهر. ما عرف لا وحي لا كان من المعروف شو الطيران المدني والاخرى المدير نتاع اللجنه نتاع البحرين ومكه كان طيب اسمه بوزغوب محمد الطاهر بوزغوب بوزغوب واحد الشابين كان قاعد بوزغوب مع سليم الشيش في بوزغوب اش محمد الطاهر هو اللي مشى لبلاد القبائل كي اللي بعثته انت في سن سعود بن العقون والقبائل كتبت الاتصال و مشى معهم هذا بزغوب مشى معهم بزغوب انسان عنده اخلاص شوي في الثوره وكذا هو عندما سجنه سن سعود بن العقون يقدر احتج شوي سجنوه في بلاد القبائل سجنوه هنا سجنوه عمر وجماعه شو؟ والله سجن انا في وستيلي سجن سي مسعود؟ ايه على بوزغوب حتى سي مسعود سجنوه مع عقب الله جبالي والاخر جبالي هذا قبيلي ثاني قبيلي سرجان هرب من تحكمت في الطريق تحكمت في الطريق مع عقب زوز سجنوا لهنا سجن سي مسعود والاخر سجن مع عمر هنا ايه في وستيلي والبريد من فم عميروش يقول البريد ما وصلنيش خاطر قلت له احنا بعثنا الدوريه باش تفهمونا كيفاش هذه الفجويه والفاوت وكيفاش الاتصال يكون بكم وعلى بالكم الخلاف كاش وقع وكذا قال لك انا البريد ما وصلش عاشور وجبالي راهم يقولوا باللي تبعثنا بالصح كل شيء عند سيدنا مسعود بن العقون راه محكوم في وستيلي وبالفعل جاء عميروش ولقاهم محكومين وجابهم معاه شو ما تخرجوش من السجن لهنا في وستيلي حتى رجع عميروش انا ما نعلمش عقبه والله نسجنه ما نعلمش نحسب عقبه قلنا وقتها يبعثوا في هذاك الوقت عمر هو اللي يتصرف. كان شو صلاح كما قال. منين وغيس 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 منين لا لا هو حتى السن حتى العين مليلة حتى الرميلة وكذا اه في التشويش برك اللي سرح هكذاك قال لي هو حاكم ما عاد منه غيسا حتى لا لم نلاقوا لا حسيت في التشويش ساعة تفاهم مع عمر عادوا يمشوا
ينشروا في الدعايه. هذا عميروش كي جا بعد مؤتمر سون هو اللي اطلق سراحهم وجابهم حتى ليا. واعترف قال لقيتهم مسجونين. قلت له احنا هذيك هي اللي نعتمدوا عليهم. عباس من ذاك الوقت وقع له التشويش حتى هو وقع في جهه الممشى كذا ما لقى طريق ما اتصل للسمنتو. بالنسبه لواسق عرفنا سبب التشويش ومزرعه في الممشى. وكل هذا هو عمر وسيدنا سعود بن عيسى هما اللي مشاو داروا دوريات حتى الحدود التونسيه وكل باللي مصطفى هو محكوم علينا مصطفى انا وعباس اللي اقتنع عباس ما شافش مصطفى طول. دوك مازال هذه الدور. مازال دور ما لعبتش ما لاحظش مصطفى. ابدا ما شافوش. يعني بعض الاخوان كذا تحاول تقرر بهم كذا. ايه هما فرنساويه. ايه هما الا لهم علي واش يكون ماهوش بن عمو. علي بن شيبه. ايه. بعزي علي معاه ماهوش بن عمو. هذاك انا نقول له زوال. يقول لك البوصله. ما بعث انا لا بوصله ولا البوصله. وداروا عليه الالمان. وهذا واحد منهم هذاك يقول علي الالمان يقول له قبل ما قالوا كلفني عجول نخدم البوست هذا. ما يخدم بوست ما يعرف يخدم بوست يخدم المينا. علي الالمان مشرع هنا وستيت هنا وست ساعة ونص جات واحد يخدم المينا هذيك نديروها نتاع الرجل نتاع كذا نتاع القنابل هذيك. يعني الشيء اللي استغربها هو عباس ما حضرتش ما تلقاش ما تلقاش وما شافوش. يكتبوه باللي قتلها. معليش. لا ما عنده حتى معنى هما يقولوا في هذاك الوقت عجول عجول كلهم عجول مسعود راسي ومانيش عارف هي هي. بالضبط هما. هذا على الحاج ربي يرحمه هو تقريبا اللي زاد مرتين ولا شويه ان شاء الله شويه. كيفاش يسمع له الحاج جديد. 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 الغريب في السجن عجول هذا في السجن احنا كنا في الحبس. يقول لك مازال الحمد لله مازالوا جماعه حيين لا هزوا بوسط من عندي. الامور بكره هي انما يحكيوا لك على واش يهضروا الناس باش يديروا درك مازالوا يقولوا. يا ولدي كي يهضروا معايا اخرين كذا نقول لهم يا ولدي كيفاش هو بن عمو سي علي بعزي علي بن عمو هو اللي حكم البوص هو اللي جابه من عند العكاف. وهو اللي جاب له الحجره هو اللي وقالوا له ما شافوش طول. لا وزيد انت الشكل اللي هم حولك يقول لك علاش ما يحضرش في الاجتماع بدالي هذه ثاني قرار. انا اللي متعين في المركز باللي ما نتحركش من المركز حتى الرجوع مصطفى. هو بكري يشوف عندك فكره ما سمعناهاش في اول مره نسمعوها نتاع سي عباس الغور بانه كان مبليسي من تمشي مشي هذه ما سمعناهاش. يعني انا ما تولتش مع مصطفى. مصطفى لو كان التخيضه نتاع دماغه وزادت له ضربه هذيك نتاع حنكو كذا وعزيزي تالي مصطفى الاسرار اللي كاينه لهنا في الميدان السياسي والله كلشي يعلم بها. عندك الا مساله هكا يا مستمع تاع مسؤولين كبار كذا ما يحضرش ولكن يعلم وكي يكون سر هكذا مصطفى بوسطك كل هو اللي يتكلف به. صح. ونروح الى المحضر. ها؟ حكينا ثاني على وصيفي هذا. قعدت امتحانات يا حسينا. طيب ديك الساعه مؤتمر سوم تسمى اوراس لم يشارك. احنا كاش ما شارك عمر دوك الاوراس ولا قسمتين. اي صح. محلي كان شعبي شيء كنا في تونس كنا في الموضوع هذا كثير المشاكل اللي وقعت في الاجتماعات اللي وقعت في وستيلي. هو بعد كان محبوس في وستيلي. قال عمر قال له كان نجيبو شكا الطنبري والطنبري اللي فيه واحد ما يتحرك فين قالوا له كان الطنبري بتاع فرنسا من هو عمر؟ لا دور تخريب. انتم ما اللي حكيتوه بالتالي كان سي مصطفى ينحيه من الفيكتيف؟ سي
سين الصوي قلنا عليها إذا كان لا لا سياسي عجب لا قلنا مصطفى استع على عجوب قال لك ما تلقيناش هو كيجند جند من الرئيس راح مع سين مسعود بالعجوب وراح هبط الغزيرة على عمر قال لك ما تلقيناش إلا بعد شرح أولي شرح بعد ما مشيتوا من العراق انتوا مشيتوا الغزيرة هي قالها سي عجوب قال لك كي تلقيناه قال ما علاه تجيبوا لي فيها السيد أنا قالوا سين مسعود بالعجوب طلع عنده قالوا كيفاش تجيب لي السيد هذا الوجه هو يا سيد مصطفى انا كتبناها هو احنا ما عندناش علم كامل كل ما عندناش علم بعمر ومن جملتها خلاها كما قلت لكم في الضيف كما تسمى لا لا الدور في الاجتماع هذاك بدا له الطوموبيل وخلاه يرجع فيها باش نهزوا الماتريال ويوزع الجماعة ايه هذاك الاجتماع تاع القريب خلاه بن شايبه هو اللي فكنا فرحته ومحمد صغير ولينا جبنا الطوموبيل نتاعو درنا فيها شي كاش ما تقرطش وما هوش مطلوب لا التجنيد ولا مذكور عمر سي مسعود بالعقون بلا ما يشاورنا حتى سي مسعود عنده خبر في ليلة عنده وكان سي مسعود متعين انسان عاجز ما يقدرش يمشي في الحروب وكذا متعين راس ذراع عنده بلا تم والملاقات كاينه ثم 30 تراس والقائد نتاعها هو نواوره النواورة ما جاش والامر ما عندهمش واش من هدف باش يديروا سي المسعود خذا موقف قروب باهم جاب عمر معاه ثم قروب باهم ثم حتى سي المسعود ما عندوش معلومات مثلا واش يضرب الله واش يدير وسي المسعود النظامي ما تعطيلوش امر ما يدير والو هو لو كان عنده الامر كان يدخل على الرئيس بصح باقي يستنوا في المسؤول هذا وقت يجي المسؤول ما جاش النواورة ما جاش وروح مسألت عمر ما سمعنا به احنا مشينا للهارة ومن الهارة ولينا لبوستة ومن بوستة ولينا رجعنا للهارة هي كل ما سمعناش احنا بعض اخوان من جهود الطبيعة يحكي لنا واحد من المجتمع اللي حضروا في علم الله هي كنت كنت قال سكلو في البلح في البلح عمر خرج السيرك وكان عنده بيز كان عند لبيسة من زوع سنة المجموعة اللي كانت معاه كمان لبيسة وجاء لي جديدي وقال بينه وبين عمر يعني جديدي معاه يعني زيكو كيفاش خليو شو اسمه سي مصطفى ما تدفعوش عليه باش يقدر يخرج قال ثم زيدو ولا الجروب البيسة اللي مع عمر أرجع للبيسة وزاد لي جديدة هما اللي فكوا لا لا هما اللي استطاعوا يعني اللي جعلوا سي مصطفى وجماعة تاوهم البيسة كانت عند رابحي وقت اللي هز فيها الاخر رابحي يكون هزارات الوهراني الوهراني والبيسة من عندي انا اللي اعطيتها لمصطفى ما جت في ما جت في عمر قال لك الجروب اللي معاه كان مع البياسه كان فيه عمر قول لي كانت عنده البياسه وسربوا سربوا خلاو سي مصطفى وقالوا شحال سربوا لقاهم علي جديدي كان علي جديدي كانت عنده بياسه اخرى خير الغسيري وتزايد هو سي عمر تزايد هو سي عمر هذا جندي من جندي اللي كان ديك الساعة أخي تذكرش ولاو ديك الساعة رجعوا وكل تقول بزوز بياسات باش خرج سي مصطفى الغار عندهم بياسة واحدة برك كاين زوز بياسة بياسة واحدة أنا اللي عطيتها لمصطفى لا صح عمر ما يزيد فيه يحكي لنا أبو سمحة عبد القادر هذوك اكتشف قال النهار كي خرج سي مصطفى هنا في وسط كيلو وصلنا للبرطن قال لي جيت له لقيته هو قال لك هو عمره ما يرقد في وسط الجنود ديما واحد يقولوا باللي تسرب ما مشاش معنا حتى الغدوة باش الحق الوستيلي وكي سألوه كيفاش قصر قال لهم هملتوا هربتوا عليا قال لهم ملي كيف خرجت مصطفى كي جاو من عندي جاو الوستيلي يعني خضروا على لسان تحت الريش يقولوا من ثم تسرب ما مشاش معنا استغربوا هذه الاخرى ولا الاولى الاخرى
الاخرى هما تعرف منين قطعوا على القنطره هذيك نتاع فوتاريك بعد هذيك القنطره اللي في تيغانيني. ايه هذيك هي القنطره دخلوا تحتها وخرجوا. قالوا السر قالوا السر وهما تعشوا في كذا من تاع ولاد عيشة ولا من شعار كاين مطر يصب كاين واحد من زيريا يحكي وهما متم على هذيك الفتره يقولوا جماعة هذيك الدوريه السر بتخلط يقولوا السر ما لحقش علينا بدعوه يقول هملتوا انتم بقى قول لي يا شيخ السؤال هنا وسؤالات ياسر هذه كانت ما سؤالك ما لا كل ما عمر وسيم سعود عايسي قاموا بنشاط بعد موت سيد مصطفى الاخر دعا المسؤوليه بدون ما ان يسال وقاموا بطبع المناشير ومشاو حتى لتبسه ولهنا بالدعايه ضدك انت وعباس رول وشنو هو موقفكم انتم خاطر كي تبقاو انتم موقفكم يعني ترى قمتوش برد فعل ولا استسلمتوا؟ لا قمنا بجميع الوسائل. وشنو هي الوسائل اللي درتوها انتم؟ هي ما فشل الا عند عباس من ثم راح دخل لتونس. ايوا وعييت فيه ما تروحش نروح انا. وبعث له عبد الوهاب من سوق هراس. قال له وياك تعقب لتونس خاطر يعرفوا اذا عقب لتونس يموت. صح. قال له يمشي في ليل ما تجيش انت. ما حبش عقب هو لتونس من ثم ولاش. تبقيت انا وحدي. دفعت بالاتصالات حتى انا دفعت بالدية كذا ولكن انا ما فشلتش. ما تكلمش بيناتكم خلاص. انا ما حليتش البارود اي الجندي وما دام ما زال في صف جيش التحرير محال وحتى المونة نعقب وحتى الكرتوش نعقب وهذيك القانون تاع هذيك قبل ما ديت لا قوه انا يعني ديت الفوج داعي ديما معايا ب 30 بالبياس بكل جبت له 200 عندي الجيش عندي وعندي السلاح انا نتاعي اوتوماتيك كله شبان صغار كله نسميهم شبان عظماء كل صغار من العشرين لتحت وسجعان كلهم خيرين وانا الجروب نتاعي دائما نخلطوا فيه البوسليماني فيه اللموشي فيه التيفوري فيه ندير من كل جهه بصح نخيرهم القسم مختاري كان معاك انا كان معايا هو مسؤول الفوج طبعا ديك الساعه مشيت حليت عليه السرك انا بسبب السياسيه على سي عباس سركلوه ومن جمله ومن جمله واش يديروا له يجابوا السرك نتاع الشيء هذاك ويديروا له في العين هي عين واحده باش ما يشربش و هذاك السرك نتاع الكرش نتاع الغنم يلوحوا له في العين باش ما يشربش ومسركلو مشيت حليت عليه السرك ثم اللي قال لي هذاك في القلعه وثم اللي قال لي حوا هذاك من بعد جبت له آيات قرآنية جبت له حديث شريف جبت له قوانين جبت له كذا قال لي بكى وقال لي عندك الحق ولكن خنفف ولموش. عباس هذا حوا قال لي حقيقة ولكن خنفف ولموش. وعباس موش هو عماري. عماري منا من تاع خنشل. طيب لما حليت عليه السلك وقنعت الاخرين لازم الضرب ما يكونش وحله وعباس يحب يضربهم انا اللي ما خليتوش. وهذيك الساعه هو على باله بالمناشر نتاع عمر على باله على باله. هو واش ديك الساعه واش اتفقتوا بعد هذا؟ والحاله هذيك باش يدخل لتونس هو. ايوه. باش يقتنع الجماعه نتاع تبسه ويتصل وانا رجعت. ودرت اتصال من هنا اتصل بيا الحسين يمثل احمد بن عبد الرزاق. حسين بن خالد؟ لا الحسين. عارف حسين عبد السلام. بعثوا بن عبد الرزاق ومن بعد ولا حاوزوا. اي صح. ولكن منين كان معه هو الاتصال بيناتنا وعندي المال رانا نجمنا طا والجنود طا وكذا وباش نديروا الاتصال وكذا وانا قابل منه الاتصال. اللي يديروا بيا الاتصال الحسين الحسين هو واحد من القنطرة يقول له من فوق حمد وطال الاتصال ما يراوغ ما يديرش الاتصال يبعثوا انا نبعثوا ما يبعثوا انا نبعثوا ما يبعثوا على الاخر حاوزهم الاثنين من فوق من القنطرة مجموعة انا قال لي من القنطرة
طيب ديك الساعه مؤتمر الصمام قداش قعدتوا باش تعمروش؟ ما طالش الحال ياسر بعد المؤتمر محسوب جا جامعه، لان هذوك الاصبرات اللي جاوا مع عمر كانوا قبل مؤتمر الصمام، جاوا لهنا جابهم في الطريق الاولى قبل المؤتمر. صح صح. عمر عطوهم له القبائل قبل المؤتمر، هو علق القراد قبل المؤتمر. هو مشى معناه القبائل ورجع قبل المؤتمر. ورجع لهم قبل المؤتمر. قبل المؤتمر على قوله يقول مشيت وجاب قراد كونيريل علقوه له داروا احتفال وفيهم هذا. يقول مشى معناه في المؤتمر. لا لا مشى قبل. لا لا مشى قبل. النقطة نتاع سي محمد العمودي على باليش بهذا مص انا كي جا لا اتصل من اللي جا استشهد لا اتصلت به لا عرفت واش مو موقف على الاخر الشركه نتاع محمد العمولي تكون لا لا كيف تاع محمد العمولي نتاع سيكليس انا شوف عمر سيكليس البريه اللي دا سي محمد هي حكى الكتاب لا لا خاطر انا شفت البريه اللي كريم جاوب بها سي مختار وطاحت في ساعه عند المورا كي وكانت لي زانشين بداو هنا في تونس بجيب كريم انا من استشهاد مصر ما عادش نعلم واش خدم ولا واش دار. وهذيك الساعه كاين قضايا اللي يعني ربما سي مدلول على بالك فيها وما دخلوش سي مصر ما دخلوش ربما في السعر نتاعها. سي مصر استشهد من واش من سربا يعطي لي. هو بعد الاجتماع. هو سي مصر ما طولش. سي مصر واش احسب له واش 10 وما عاش في الثوره مسكين. بعد ما خرج. عندك دير له شهر هذا ما خدم فيه والو. نحلو شهر هذا ما فيه والو. الشهر الاول نديرو ما كان والو. ومحسوب الشهر الثاني بين ما جا للمؤتمر ادى الثقه وما تعطل في المركز هو ولا راح غير شهرين نحملو. والدور الاول عاش من نوفمبر حتى 24 ولا 23 في جانبي. هذاك ما كان. تسمى تقريبا ثلاث شهور. ها؟ لا دوك حبس نتفقوا دوك نزيدوا نواصلوا حتى في اكتوبر حتى اكتوبر جاتني رساله من